التحدي بتبدا سنه 1975 وبنشوف بنت صغنونه كده بتفيره اسمها جين، بتكون راكبه العربيه مع ابوها وامها، بيفضلوا بقى هما الاثنين يتكلموا سوا، بتكون اغاني الشغاله عماله تتغير لوحدها كده، ما تفهمش ده عفريت الراديو. المهم بعد كده بتبدا البنت تسمع اصوات غريبه في دماغها، ودماغها بتوجعها كده جدا، وبتبدا الاصوات كل مدى تعلى، وبتبدا بقى البنت انها تصوت، ولما بتصوت امها اللي كانت سايقه بيغبن عليها، وبيعملوا حادثه وبيخبطوا في عربيه ثانيه على الطريق، ويعني توكلنا على الله. بيكون الصحاب في حاجه كده حوالين جين بتحميها من الازاز بتاع العربيه اللي اتكسر ده ان هو يجي فيها اساسا، وبتحميها في العموم اصلا من اي حاجه تحصل لها. بعد كده بيتنقلوا على المستشفى، وبنشوف ان الدكاتره عمالين يتكلموا على جين ومستغربين قوي، والله البنت العربيه اتدرشمت وهي ما حصلهاش ميتين ام حاجه، البنت دي خارقه للطبيعه ولا ايه؟ المهم بعد كده بنشوف تشارلز اكزافير وبيروح لجين وبيتكلم معاها وبيقول لها انها البنت انت بنت سبيشال قوي، بنت انت مميزه كده يا بنت، هما بقى عنده مدرسه اطفال مميزين اللي زيك، هتيجي معايا بقى بنت انت عشان ايه تعيش في المدرسه عندي. بياخدها وبيوريها المدرسه ويتكلم معاها شويه، وهي بتكون يائسه جدا من اللي هي فيه واللي هي عملته في اهلها، وتقول ان وجودها هنا هيكون خطر عليهم عشان هي بتدمر حاجات كتير جدا. وبيقول لها بص يا بنتي ما تقلقيش، انت مش هتعملي كده وانا هقدر اساعدك، ما تقلقيش عمك تشارلز موجود. بتعدي السنين طويل قوي، المهم الصحاب بنكون في محطه فضاء ناسا، وبنشوف بعد كده الصاروخ بيخلع، وبعدها بيتم فقد الصاروخ ده في الفضاء. الصاروخ ضاع يا اخوانا، ومش بيقدروا ان هم يتواصلوا معاه، فبيتصل للرئيس الامريكي بتشارلز وبيقول له على اللي حصل وان هو عايزه يتصرف له في الحوار ده. فتشارلز ساعتها بيبعت جين ورايت كراولر وسايكلوبس وبيست وميستيك وكريس سيلفر وستورم، رسم كتير قوي يا جدعان. المهم هو بيبعتهم كلهم عشان يطلعوا على الفضاء ينقذوا رواد الفضاء اللي موجودين في الصاروخ اللي فوق ده. فبيطلعوا وكان عمال تشارلز عمال يديهم توجيهات والتعليمات بتاعتهم، وعمال يتواصل معاهم من على الارض، وكانوا سكان الارض كلهم متابعين الحدث المهم جدا ده عشان يشوفوا بقى الله الابطال هينقذوا رواد الفضاء دول ازاي، اما تورونا بقى عمال ابطال انت وهو. بيطلعوا الابطال بتوعنا وبيقدروا بسرعه ان هم ينقذوا عدد من الرواد، بس قبل ما يمشوا بالصحام بيقول لهم رواد الفضاء ان الكابتن بتاعهم لسه محبوس هناك. فتقول ساعتها مستيك انها لازم ترجع، دي تقريبا مهمه مستحيله عشان الصاروخ هينفجر يا اولاد انتوا. بس تشارلز ساعتها بيقول لجين انها تطلع بسرعه وتحتوي الطاقه اللي بره دي، عبل بس ما نايت كراولر يروح بسرعه يجيب الكابتن من قفا امه ويرجع تاني. لما بتطلع عمتنا جين وبتحتوي الطاقه، بيقدر نايت كراولر والحمد لله ان هو ينقذ الكابتن. الحمد لله انقذنا الكابتن. ولكن فجاه يا صديقي، وطبعا ده هذا شيء غير متوقع بالمره، بتلاقي ان في طاقه كبيره ومهوله جدا بتحوطها من كل مكان وبتنفجر في امها. طبعا هم بيكونوا مفكرين البت ماتت خلاص، لا توكلنا على الله بقى. ولكن رايت كراولر بيطلع وبيجيبها وبتكون البت لسه عايشه. وبعد كده بيرجعوا على كوكب الارض في سلام ووئام وامان ويستفند بالبطيخ. المهم يا ابو الصحاب، الناس كلهم بيكونوا مبسوطين جدا باللي هم عملوه ده. بعد كده بيتقابلوا مع تشارلز اللي بيقول لهانك اللي هو اصلا بيست، يعني انت مش واخد بالك يعني، عشان هو فهيته البشريه هانك وفهيته الوحشيه بيست، حرفيا هو بيست وهو وحش، ما عارف من الموضوع ده. اللي هم الصحاب بيقول له ان هو يروح يعمل تحليل لجين ويكشف عليها عشان يشوفوا هي عامله ايه دلوقتي. وبتكون ميستيك اللي هي اصلا ريفن يعني متضايقه جدا من تشارلز اللي هو بيعمله فيها، وبتقول له انت ليه يا اسطى دايما بتخاطر بينا وبتخلينا نقوم بمهمات صعبه زي دي وانت عارف ان احنا ممكن نموت فيها؟ انت راجل صحيح. بس هو بيرد عليها بان هو بيخليهم يعملوا كده عشان الحكومه الامريكيه والعالميه والبشر كلهم تقريبا ما يحسوش ان احنا خطر عليهم، وممكن ان هو لو حسوا ان احنا خطر عليهم يعادونا ساعتها الدنيا هتكون خراب يا زميلي. هانك بعد كده بيكشف على جين وبيلاقي ان في كميه طاقه كبيره جدا دخلت في جسمها، وبيقول انا خايف عليها من الطاقه دي، بس هي ساعتها بتقول له ما تقلقش اصلا انا كويسه ومفيش داعي للقلق. بالليل بقى الصحاب بنشوف اسره كده قاعدين مع بعض وبيتعشوا سوا، بتروح واحده منهم عشان تسكت الكلب بتاعها اللي عمال يهوه بلا سبب. انا في كلاب على فكره هنا برضو عندي في الشارع بتهوه بلا سبب ومش خلاني عارف اسجل يعني، فانا حاسس بيك يا اسطى. المهم لما بتروح له بعد كده بتشوف شويه كائنات غريبه جدا، وبيقدر واحد من الكائنات دي ان هو يستحوذ عليها ويتحكم فيها، خليها بعد كده تروح وتقتل كل اللي موجودين في العزومه اللي عندها. بنروح مع كده المدرسه بتاعت تشارلز واللي بنلاقيهم عاملين فيها احتفال على الانجاز اللي الفريق عمله، وبتتكلم ريفن مع هانك في ان هي عايز تمشي من المكان ده لان الموضوع بقى ان عمك تشارلز اكزافير عمال يضحي بيهم ويبعتهم لمهمات ممكن يموتوا فيها، يعني هو مش بيعمل حاجه غير ان هو بس اللي بيتكرم وقاعد على كرسي ابن وعامل لي فيها قائد يعني. المهم بيكون في الوقت ده بيتكرم فعلا من رئيس امريكا. بنروح بعد كده لجين اللي كانت في الحفله واقفه بتتكلم مع سكوت اللي هو السايكلوبس يعني، وبدات تحس بحاجه غريبه كانت بتحصل لها وفي وجع في جسمها من الطاقه اللي جواها دي، وبتصوت مره واحده كانت ترقع بالصوت وبتوقع كل موجودين حواليها. في الوقت ده تشارلز بيحس باللي حصل لها فبيستاذن الرئيس وبيروح على المدرسه بسرعه عشان يشوف الحوار ده. بيحاول لما بيوصل ان هو يدخل لعقل جين ولكنه مش بيعرف عشان هي قوتها زادت بطريقه غبيه جدا. فبيروح بعد كده الاوضه هو وريفن وسكوت اللي من خلالها قوته بتزيد جدا، ان هو جهاز السريبرو يعني اللي هو كان عامله عشان هو عايز يقدر من خلال الجهاز ده لما قوته تزيد ان هو يدخل في عقل جين، وبيقدر يدخل لعقلها وبيقدر يتواصل معاها، وبيلاقيها بتقول له انها عرفت وحس
حست ان ابوها لسه عايش وانها عايزه تتواصل معاه وتروح له، بس هو بيقول لها طب بصي بس ريحي شويه كده طيب ودخليني عقلك اريحك، يعني بصي هظبط لك الدنيا، مش غلط يا اسطى مدخليني عقلك اريحك دي. المهم هي بتصوت جامد وبتفوق وبيغمن على عمك تشارلز، بيروح بعد كده سكوت الاوضه عشان يشوف مالها البنت دي ويحاول ان هو يمنعها انها تخرج، بس هي بتنيمه مغناطيسيا كده حرفيا بتجيبه ارض وبعد كده بتخرج. بنطلع بعد كده البروفيسور اكس بعد ما سكوت فاق وبيعرف اللي حصل وانها خرجت من هنا ورايحه على ابوها، فبيقول ساعتها الباقي ان هم يجهزوا عشان يروحوا يجيبوها. بنشوف بعد كده بقى الست اللي الوحوش دي اتحكموا فيها وبيكون اسمها فوك، فمش غلط اسمها فوك وليست الكلمه الاخرى اللي كانت في دماغك يا عم الحاج. المهم بتروح بقى لشويه ناس كده برضه الوحوش متحكمه فيهم وبيتكلموا عن ان جين اخذت كل الطاقه اللي كانت في الفضاء دي في جسمها من غير ما يحصل لها اي حاجه او ضرر، ولازم ان احنا نوصل لها في اقرب وقت. توصل بعد كده جين لابوها وبتتصدم لما بتعرف ان هو لسه عايش، بتفضل تزعق فيه وتعاتب عليه اللي هو عمله ان هو ما خلاهاش تعيش معاه كل السنين دي، وبتعرف لما بتقرا من افكاره ان هو اللي قال لتشارلز زمان ان هو ياخدها يعيش معاه. راجل يا واطي بعت بيتك. المهم بيقول لها ان هي السبب في موت امها وان من ساعه لما امها ماتت وهو ما بقاش في حاجه تستاهل ان هو يعيش عشانها، ما انت يا اسطى عايش قدامها هو عم شحط ما بتعملش بيتين ام حاجه. المهم تزعل اكتر جيم من الموضوع ده وبتحس بحاجه جايه من بره، فبتنيم ابوها وبتروح عشان تشوف ايه اللي بره ده. بيطلع بقى بالصحاب عمك تشارلز والاكس مين معاه وبيقول لها تشارلز انها تيجي معاه وترجع يعني للمكان بتاعهم، وبيقول لها بص انا كنت بحميكي من نفسك يا بنت اسمعي مني انت بصي يمكن تدمري الدنيا اصلا، ولكن هي بتكون مش طايقاه ولا عايزه انها ترجع للمدرسه تاني ولا تعيش معاهم. وبتيجي بعد كده عربيات بوليس في الوقت ده وبتكون جين اتعصبت وتوترت تبدا انها تدمر في عربيات البوليس كلها. بتبدا بعد كده معركه بينها وبين الاكس مين اللي موجودين وبتكون هي اقوى منهم كلهم بمراحل مرحله يعني، وكان امينا بيست هيضرب عليها نار ويموتها بس تشارلز ساعتها بيمنعه وبيخلي ريفن تروح وتكلمها اللي هو استهدي بالله بنتي. تتكلم بعد كده ريفن معاها وبتقول لها ان انت اكتر من صديقه وان انت عيلتي كلها وانا هقدر اعالجك من اللي انت فيه ده، ولكن جين بتقول لها انها مش عارفه ايه اللي بيحصل لها وانها مش قادره تتحكم في نفسها وبتموت ريفن. يا دنيل بتموتوا المزه ليه يا ولاد الكلب؟ نعم كانت زرقاء بس لما كانت بتتحول للشكل البني ادم بتاعها كانت بتبقى مزه يعني. المهم بيكون عمك بيست مصدوم انها مات وحزين جدا عليها، فكرني بنفسي لما كنت حزين بنتاشا كده. المهم بتهرب بعد كده جين بسرعه من المكان وبعد كده بيتعمل عزاء بتاع ريفن والكل بيبقى زعلان على فراقها. بنشوف بعد كده هانك قاعد مع تشارلز وبيقول له ان هو السبب اللي حصل ده، وبنعرف يا عم الحاج ان هو كان بيحب ريفن فشخ يعني، وبيقول له ان احنا مش المفروض نحمي العالم من الخطر المجهول اللي جاي عليهم، واحنا مال امنا احنا نحمي العالم ليه اصلا؟ احنا المفروض يا اسطى نحميهم منك انت. المهم بتوصل بعد كده جيل ماجنيتو او ايريك يعني وبتقول له على اللي بيحصل معاه وانها محتاجه مساعدته في ان هو يخليها تتحكم في قوتها، بيحاول يعرف منها ايه اللي حصل ده وايه الدم اللي على قدامها دي، انت عملتي ايه يا بنتي؟ في الوقت ده بالصحاب بتوصل طيارات للجيش وبيكونوا عايزين ان هم ياخدوها، ولكن هي بتطلع لهم وبتدمر الطياره بتاعتهم وبتفقد السيطره على نفسها من تاني. هو ايريك ساعتها بيقول لها بقول لك يا انت تغوري هنا من البلوه اللي انت جايبها لي وجايه دي ماشي وتغوري في داهيه اصلا. بتبقى بقى بالصحاب الحكومات بتاعت العالم كلها اعلنت الحرب على المتحولين عشان اللي جين عملته، بيحاول تشارلز ان هو يوصل اي حاجه تخليهم يرجعوا عن القرار ده ولكن مفيش فايده. امين احمد عرابي قالها مفيش فايده. بالليل بقى بالصحاب جين كانت قاعده كده وبتلاقي ان فوك وصلت لها وبتتكلم معاها وبتقول لها انها هتقدر تساعدها في انها تتحكم في القوه بتاعتها. بيوصل بعد كده هانك لايريك وبيقول له ان هو جاي من ورا تشارلز وبيقول له ان جين قتلت ريفن وان هم لازم يلاقوها. طبعا ايريك بيزعل جدا لما بيعرف وبيقرر ان هو هيقتلها لما يوصل لها عشان هو برضه ايريك كان بيحب ريفن. هنا هانك بقى بالصحاب بيقول له بص انا معاك يا اسطى في القرار ده، انا عايز اطلع معايا ام البت دي اصلا. جين بعد كده راحت مع فوك واللي حكت لها باختصار ان الكوكب بتاعهم اتدمر وان هي الوحيده اللي تقدر ترجع لهم الكوكب بتاعهم بالقوه الهائله اللي دخلت جسمها، وانها برضه هتقدر انها تعيش في الكوكب الجديد والعالم الجديد اللي هي هتعمله ده. فبيقدر بعد كده تشارلز يعرف اللي هانك وايريك عايزين يعملوه، فبياخد ساعتها نايت كراولر وستور موسكوت اللي هو سايكلوبس يعني عشان يروح يوقفوهم. بيقابلهم بعد كده وبيحاول ان هو يرجعهم عن القرار ده بس بيلاقوهم ان هم مصممين وبيفضلوا كلهم يقاتلوا قتال طويل كده مع بعضيهم. وبيقدر بعد كده يوصل ايريك لجين وبيقول لها انا عرفت انك انت اللي قتلت ريفن وانا مش هسيب امك في حالك، بس يا ابو الصحاب مش بيقدر ان هو يعمل لها اي حاجه عشان هي بسم الله ما شاء الله عليها اقوى منه بمراحل، بتتحكم فيه بعد كده وبتضرب ايد زي العصفور، عارف انت اللي رميته صرصار من الشباك. بيدخل لها بعد كده تشارلز بيقول لها انا اسف على كل اللي فات وعايزك ترجعي من تاني يا بنتي، ترجعي هنا يا بنتي والله العظيم، ولكن هي تتحكم فيه وبتخليه يقوم من مكانه وبتمشيها على رجليه وتطلعه ليها كده وبيقول لها بصي ادخلي عقلي وانت هتشوفي بنفسك انا فعلا كنت بحبك قد ايه. وفعلا بتدخل جوه عقله بتشوف ان هو كان بيوعد ابوها ان هو هيعتني بيها كانها بنته بالظبط وهيعمل لها عيله جديده وعمره هيحسسها بانها مش واحده منهم. تأثر جين جدا وبتقعد تعيط وبتسيبه. بتقول بعدها لفوك انها تاخد القوه بتاعتها منها عشان هي خلاص مش عايزاها، وبيكون ساعتها الشرطه نزلت بره عماله تضرب الاكس من اساسا، ولكن بيهرب منهم سكوت وبيدخل ويشوف فوك وهي بتسحب القوه اللي كانت جوه جين وكانت هتموتها اساسا، فبيضربها ساعتها هانك وبيحاولوا ان هم ينقذوا جين بس تدخل ساعتها الشرطه وبتضربهم وتقبض عليهم. بعد كده بيكونوا في القطر اللي هينقلهم للسجن وتشارلز بيقول لايريك وسكوت ان جين لما موتت ريفن ما كانتش في وعيها نهائي وانها بس محتاجه مساعدتنا كلنا، عشان فوك في الواد ده بالصحاب هتيجي وتاخد قوتها وتموتها وتموتنا احنا كمان، ف يعني هيبقى خطر على الكوكب، معلش احنا جين
في المتناول اليد يعني. المهم بعد كده توصل الكائنات اللي على هيئه بشر دول ويبداوا ان هم يموتوا في الضباط واحد ورا الثاني. واحد من الضباط بيفك الاكس من دول ويبداوا كلهم ان هم يقتلوا في الكائنات دي لحد ما بتيجي فك وتكون عايزه انها تاخد جين. وفي الوقت ده تشارلز دخل جوه عقل جين وتواصل معاها واعتذر لها على كل اللي حصل، وهي كمان برضو بعدها فاقت وقررت انها تضحي بنفسها. ومسكت فك وقالت لها خدي بقى القوه اللي انت عايزاها ولكن هي طبعا ما قدرتش تتحمل كل القوه دي يعني. ولكن جين صممت انها تديها القوه كلها، لو انت مش عايزه قوه خدها بالطلم، وطلعت بقى بيها الفضاء والقوه بدات انها تزيد وتحرق هما الاثنين وماتوا بجزو في ده الله يرجعهم. بعد كده بتعدي فتره وبتكون المدرسه اتسمت على اسم جين جري، اللي هي جين اصلا اسمها جين جري يعني. وبعد كده بيروح اليك تشارلز اللي كان قاعد في مطعم كده مع نفسه بيقول له تعال نلعب شطرنج انا وانت زي زمان يا اسطى، وبيقعد يلعبوا شطرنج هما الاثنين سوا. وده حرفيا فيلم ملهوش ميتين ام اي لازمه. والله العظيم عشان كده ما كنتش عايز اعمله اصلا يعني، عارفين عملنا سلسله اكس بين كلها ما عدا ام الفيلم ده، وانا كنتش عايز اعمله بس يعني قلت اللي هو يعني جت على ده ما نعمله بالمره، جتش على ده يعني يلا نعمله. المهم صديقي لحد هنا حابب اقول لك ان توتا توتا خلصت الحدوته. وما تنساش تعمل سبسكرايب لايك كومنت شير، بس تشمل فولو على انستغرام، ما تنساش تعمل فولو لكريم اسامه عشان هو اللي منشن الفيديو ده، وتعمل فولو لاحمد ناجد عشان هو كاتب سكريبت ده، وتخش على جميل ميم زي ميم امي على الفيسبوك يا ابو الصحاب. وما تنساش انك تعمل سبسكرايب للقناه بتاعتي اللي هي حسن فه، وتعمل سبسكرايب لقناه حدوته المصريه، وبعدها كده فاهم وانت في السكه تروح تعمل سبسكرايب لقناه حدوته جامده، وبعدها برضو وانت في نفس السكه اعمل سبسكرايب لقناه حدوته جيمنج. وانا اسف ان تعبتك معايا وبس كده جدع، سلام عليكم.